وجعل الله عز وجل طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى. الله جل في علاه يقول في سورة آل عمران: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكذلك الله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والله جل في علاه يقول في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات أيضا كثيرة التي الله عز وجل أمرنا بطاعته. استوقفتني الآية الأولى وأطيعوا الله والرسول، ختمها الله عز وجل بماذا؟ لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، من أسباب رحمة الله عز وجل للعبد هو طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يا أخواني، نحن في هذا الزمن اللي كثرت فيه التحديات وكثرت فيه الفتن، في حاجة أن نراجع حساباتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالنا مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم بحق وحقيقة؟ شيخ منصور، الله عز وجل في القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، لو تذكرنا بشيء من هذه الصفات. سبحان الله، الله عز وجل قد زكى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ إبراهيم. قال الله عز وجل في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب الصحابة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالوا: يا أم المؤمنين، يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان ذهبوا، إذا أردت أن تسأل عن أخلاق الرجل فاسأل أهله فإنه أدرى الناس به. فذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، يا أم المؤمنين، كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض. الله عز وجل أيضا عندما أسرى به إلى ثم عرج به إلى السماء، الله عز وجل زكاه في بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاق القرآن. فإذا أردت أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم افتح كلام الله عز وجل وقرأه، والله إنك تنظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لكن يا شيخ، من أجل الاتباع لابد أيضا المعرفة. المعرفة أمر مهم جدا، لذلك أتجد الناس يعني ممكن من عدم أسباب اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم معرفة سيرته العطرة، لكن التعرف عليها سبب من الأسباب التي يقودك إلى ماذا؟ إلى أنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا كيف أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما أعرف مين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أخلاقه، ولا أعرف يعني مواقفه، ولا أعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أعدائه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال، مع الحيوانات، أجلكم الله. هذه كلها تقود إلى ماذا؟ تقول إن الإنسان إذا عرف الشيء بإذن الله عز وجل أنه يتبع، ومثل ما تفضلت العلم ثمرته العمل. لكن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الآن فيها قصور كبير جدا، وأنا أرجو أنها سبب من أسباب عدم الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ أبو تميم. سبحان الله، يعني كلام الشيخ إبراهيم كلام جدا رائع. يعني سبحان الله، يعني خاصة مع وسائل التواصل الآن يستطيع الإنسان أن يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتمعنها، ومن أجل ذلك يعمل بها. الآن في وسائل التواصل الآن يستطيع الإنسان، وإن لم تأتيه يعني إن لم يبحث عنها تأتيه سبحان الله عن طريق الجروبات والأشياء. فسبحان الله وصلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أو إلى شريحة كبيرة من المجتمع، ولكن زي ما ذكر الشيخ العمل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، ولكن لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول إيش؟ اللهم أعني على ذكرك. شوف عمل، أشياء تدلنا على رضا الله عز وجل، أشياء تدلنا على أن نتقرب من الله عز وجل. فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك الربيع بن خثيم عندما رآه ابن مسعود، إيش رآه؟ رأى فقط صفات وأعمال وصلوات
وذكر لله عز وجل وإخبات لله عز وجل. من أجل ذلك قذف تلك المقولة التي قالها ابن مسعود للربيع بن ضخيم: والله لو رآك رسول الله لأحبك. لماذا؟ لأن ابن مسعود يعلم ما الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقذف تلك المقولة العجيبة: أسأل الله جل في علا أن نكون منهم، لو رآنا رسول الله عز وجل لأحبك. وهذا الأمر، المواقف اللي ذكرها الشيخ منصور، يقودنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في اقتدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أذكر موقف وأترك لك بعد الحديث يا شيخنا الحبيب. الموقف ربيعة ذاك الغلام من غلمان الصحابة حينما وضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتلك المهمة الرائعة وذلك الشرف العظيم، وضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه ومن أخلاقه يحب أن يكافئ من أسدى إليه معروفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سني يا ربيع، سني يا ربيع. طفل غلام صغير، فهذا الغلام لما نظر إلى من يقول له اسألني، محمد صلى الله عليه وسلم الذي إذا قال يا الله يا رب الله سبحانه وتعالى سيعطيه سؤاله، فقال: يا نبي الله أمهني، أعطيني فرصة أفكر. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله. لأنه يعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم الله. يوم القيامة سيكون في أعلى درجات الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. الله. الشاهد من القصة، هذا الغلام يقول راوي الحديث أو القصة، يقول: ما رؤي بعد هذا الموقف إلا راكع أو ساجد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم واستجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له. كيف حال الصحابة رضوان الله عليهم في اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا نتكلم عن اقتداء الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، اتذكرت موقف دائما أنا أخي الشيخ منصور نقوله في محاضراتنا، لما نزل قول الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. الشيء اللي في صدرك هذا في بداية الأمر، حتى اللي في صدرك يجول في صدرك سيحاسبك الله عز وجل به يوم القيامة. شق هذا الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم، فجاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: من منا يطيق هذا يا رسول الله؟ ما نقدر، هذا شيء صعب علينا. فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أنزل الله عز وجل حينما علم صدقهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تكونوا مثل اليهود عندما قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، فكلهم بصوت واحد: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والله يسمع سبحانه وتعالى ومطلع على قلوب الصحابة وهم يقولون هذه المقولة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل الله عز وجل تخفيفا لهم كلامهم حينما علم صدق استجابتهم لله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. حينما علم الله عز وجل الصدق في قلوبهم أنزل الله عز وجل التخفيف بهم. الله وبنا الله عز وجل يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طبعا يا إخواني هذه صفات أهل الإيمان أنهم يستجيبون لله عز وجل كما كان الصحابة. الله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفوز العظيم لما تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيع الله عز وجل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن علامات أيضا من علامات محبة الله اتباع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى سميت الآية هذه في آل عمران سميت بماذا؟ بآية الاختبار، بآية الامتحان. إن كنت صادق في محبتك لله عز وجل فكيف حالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاقتداء به قد يكون سبب في طرد هذا الإنسان يوم القيامة عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله أبو تميم، يعني الإنسان عندما ينظر تضحية الصحابة لدين الله عز وجل وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني أحدهم قال موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر رضي الله عنه قال موتوا على عندما رأى القتلى في المؤمنين في المسلمين و يعني زحف الكفار إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وعندما انتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في تلك المعركة قال موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التضحية. والله يا أخواني عندما يتأمل الإنسان في تلك المواقف يعلم ماذا؟ يعلم مدى تقصيرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني أقل الأشياء وهي اتباعه صلى الله عليه وسلم قد فقدت في مجتمعنا الآن. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحيته صلى الله عليه وسلم، لباسه صلى الله عليه وسلم، كلامه صلى الله عليه وسلم، تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس فقد. والله يا إخواني في أبيات كتبها
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كلمة أخيرة يا شيخ منصور في والله كلمة النبي صلى الله عليه وسلم منا من الله عز وجل إلينا. الله أكبر. بل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا إخواني علينا أن نكرم هذه الرحمة.